السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. لست بسبع أرواح، كفوا عن أزيتي. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع بات اللي بتشتغل في سوبر ماركت، وبتشوف جيمي هو جاي يشتري من عندها لأول مرة. وبعد ما بياخد جيمي اللي هو عايزه بيروح يحاسب، لكن فجأة بات بتطلب منه ينبطح، وبيلاقيها بتضرب شخصين بالرصاص وبتهرب، فبيهرب هو كمان بسرعة وهو مصدوم من اللي حصل ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وبياخد عربيته وبيمشي. لكنه في الطريق بيلاقي بات مستخبية في العربية ومعاها سلاح، وبتضرب نار على العربية بتجري وراهم، وبتقدر فعلا تدمر العربية دي وبتهرب هي وجيمي. فبيسألها جيمي هي مين وبتعمل ايه في عربيته، فبتطلب منه يقف في أول استراحة وهي هتقوله كل اللي عايز يعرفه. فبيقف فعلا في أول استراحة وبيسألها هي مين مرة تانية وليه قتلت الناس اللي في السوبر ماركت. فبتقوله إنها قتلتهم لأنهم كانوا عايزين يسرقوا السوبر ماركت. فبيقول لها إنه مش مصدق الكلام ده، لأنه مهما كان المبلغ اللي في السوبر ماركت فما يستاهلش اللي عملته. فبتسكت بات شوية وبعدها بتقوله إنه عنده حق، وبتقول إن السوبر ماركت اللي كانت فيه هو استارة لعصابة هي كانت بتشتغل معاهم، والعصابة اللي اشتبكت معاهم تبقى عصابة بينها وبينهم مشاكل. وبتلاحظ بات ان جيمي ماسك شنطة ومش بيسيبها من ايده من ساعة ما شافته. فبتسأله الشنطة دي فيها ايه، فبيقول لها ان فيها رماد جثة اخوه اللي توفى في حادثة، لكنه قبل ما يموت وصى انه يرمي رماد جثته في المحيط ولازم ينفذ وصيته. فبتقوله بات انه ممكن يعمل كده ويساعدها في نفس الوقت في إنها تهرب من الناس اللي بيطردوها، لكن جيمي بيرفض وبيقول لها إنه مش ممكن يتدخل بين عصابتين. فبتقوله إنها تحترم قراره، وبتعرض عليه تدفع له تمن تصليح العربية، وبتقوله إنها محتاجة تدخل الحمام وبتسيبه وبتمشي. لكن بعد شوية بترجع تاني وهي بتتكلم بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي كانت بتتكلم بيها، وبتطلب يوصلها للمكان اللي هي عايزاه، لأنه لو ما عملش كده هتبلغ عنه الشرطة وهتقول إنه شريكها في اللي حصل. فبيخاف جيمي وبيضطر يوافق لأنه بيحس إنه هيتورط في مشكلة كبيرة. وفي الوقت ده بتكون آسك عميلة العصابة مع جان ابن رئيس العصابة في السوبر ماركت، وبيدوروا على بات لأنهم هما اللي كانوا بعتين رجالهم علشان يخطفوها. وبيراجعوا الكاميرات فبيلاقوا بات ركبت عربية جيمي، فبيفتكروا إنهم شغالين مع بعض وبيبدأوا يدوروا عليهم هما الاتنين. وفي نفس الوقت بيكون جيمي مع بات في العربية وبيسألها هي رايحة فين بالظبط، فبتقوله إنها هتروح المينا وتاخد أي مركب من هناك وتهرب بيها. وبالمرة جيمي يرمي رماد جثة أخوه في البحر، فبيسألها جيمي هي طريقة كلامها معاه اتغيرت ليه فجأة في الاستراحة بعد ما رجعت من الحمام، فبتجاوبه إجابة مش متوقعة وبتقوله إنه عندها شخصيتين، الأولى هي بات الطيبة والتانية هي تاشا القاسية اللي بتاخد كل حاجة هي عايزاها مهما كان. وبتقوله إنه من هنا لحد ما يوصله لازم يقدر يفرق بين الشخصيتين. وفي اللحظة دي بيلاحظ جيمي إن في دخان طالع من موتور العربية، فبينزل هو وبات بسرعة وبيلاقوا إن العربية محتاجة مية، لكن بات بتكون شربت كل المية اللي معاهم. فبيبدأوا يدوروا على مية في وسط الغابة وبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وبتعرف بات إن جيمي بيشتغل محاسب قانوني في محكمة الأسرة. فبتسأله عن أصعب مشكلة حسابية حلها، فبيقول لها إنه في مرة كان عنده اتنين متجوزين وعايزين يتطلقوا، لكنهم شركاء في شركة واحدة، وساعتها اكتشفت الزوجة إن حساب الشركة ما فيهوش غير 10,000 دولار، وكان جيمي هو المسؤول عن حل المشكلة دي. ووقتها جيمي راجع حسابات 10 سنين فاتوا، وعرف إن الزوج كان فاتح شركة بنفس الاسم برا أمريكا، وكان حاطط الفلوس في البنك الأمريكي باسم الشركة اللي برا، وبيبعت جوابات فيها تفاصيل الفلوس لزوجته كل شهر، واللي كانت فاكرة إن ده حساب شركتها في البنك، لكنه كان بيحول كل فلوس الشركة لشركته الخاصة التانية أول بأول. ولما اكتشف جيمي الخدعة الزوج جات له سكتة قلبية ومات. فبتضحك بات وبتقوله إن دي أكتر مشكلة مضحكة سمعت عنها قبل كده. وفي اللحظة دي بيلاقوا مية وبياخدوا منها وبيرجعوا العربية وبيكملوا طريقهم، لكن فجأة العربية بتقف مرة تانية، فبتنزل بات من العربية وبتصلح الموتور ببراعة رغم إنها ما قدرتش تعمل كده المرة اللي فاتت. فبيعرف جيمي إن دي تاشا مش بات، وبيكملوا طريقهم. وفي الوقت ده بتكون أسك وجان في طريقهم برضو علشان يلاقوا بات، وبتقول أسك إنها هتقتل بات بمجرد ما تشوفها، لكن جان بيرفض ده وبيقول إنهم ممكن يعاقبوها بطريقة تانية. وفي الوقت ده بيكون جيمي مع بات وبيسألها إن كان اللي هتكسبه يستاهل كل التعب ده،
فبتقول له إنها هتكسب في العملية دي 650,000 دولار، وده بيصدم جيمي جدا لأن ده رقم ضخم بالنسبة له، وبيتفاجئ أكتر لما بيلاقي بات بتعرض عليه يشتغل معاها ويكسب نص المبلغ. فبيفكر شوية لكنه بيقول لها إنه مش ممكن يعمل كده لأن ده هيخسره شغله وممكن يدخله السجن كمان. وقبل ما يكملوا كلام بيتفاجئوا بعربية داخلة عليهم فيهم 2 من رجال أسك وجان، فبتدخل بات معاهم في قتال شرس جدا في الوقت اللي بيلاقي فيه جيمي مسدس لكنه مش بيقدر يستخدمه علشان يدافع بيه عن نفسه ويساعد بات. لكن بات بتكون قوية جدا وبتقدر تهزم الاتنين اللي بيقتلوها، لكنها بمجرد ما بتتخلص منهم بتتفاجئ بعربية جان جاية عليهم وبيهددها هو وأسك بالمسدس علشان ما تقدرش تهرب، لكنها بتكون أذكى منهم وبترمي سكينة على كوتش العربية بتاعتهم علشان ما يقدروش يطردوها، وبتركب عربية جيمي وبيهربوا هما الاتنين بسرعة. وفي الطريق بيسألها جيمي عن الاتنين اللي كانوا بيطردوهم، فبتقوله إنها تعرف جان بس، وبتقول إن هي وجان كانوا مخطوبين لكنهم سابوا بعض بسبب مشاكل في الشغل، وبتقول إنها ما كانتش بتحبه من الأساس. فبيقول لها جيمي إن دي حاجة ما تخصوش، لكن بات بتقوله إن هي يهمها إنه يبقى عارف. وفي الوقت ده بتكون أسك بتهزق جان وبتقوله إن هو السبب في إن بات تهرب لأنه كان المفروض يقتلها بمجرد ما شافها، فبيقول لها إنه مستحيل يعمل كده مع بات، وبيقول لها إنها مش هتفهم هو يقصد إيه لأن أكيد مفيش حد حبها وهي بتفكر بالطريقة دي وبيمشي. أما بات فبتكون بتسأل جيمي عن أخوه وبتطلب منه يحكي لها عنه أكتر، فبيقول لها إن أخوه كان اسمه بوبي وكان بيعتبره أعز أصدقائه مش بس أخوه لأنهم كانوا بيحبوا يعملوا كل حاجة سوا وليهم نفس الهوايات، وبيقول إنهم خدوا رخصة الطيران سوا في نفس اليوم بعد ما تعبوا كبير قبلها علشان يقدروا يحققوا الحلم ده لأنهم كانوا بيحلموا بيه من وهم صغيرين. فبتنبهر بان بأنه بيقدر يسوق طيارة وبتقوله إن هي كمان نفسها تسوق طيارة في يوم من الأيام. وفي اللحظة دي بتظهر واحدة من عربيات رجال جام مرة تانية، فبتقرر بات إنها تتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة المرة دي، وبتدي السلاح لجيمي وبتنط من العربية وبتلاقي حصان وسهم أول ما بتنزل، فبتاخدهم وبتلف من ورا عربية رجال جان وبتقدر تصيبهم بالسهم وبتتخلص منهم كلهم. وبعدها بتروح لجيمي اللي بيقول لها إنها موهوبة جدا في ركوب الخيل، فبتقوله إنها اتعلمت ركوب الخيل لما كانت منضمة للجيش وكانت أحسن واحدة بتركب خيل في كل زمايلها، وبتقول لجيمي إنهم لازم يتحركوا دلوقتي قبل ما جان يوصل. وفعلا بعد ما بيتحركوا بيوصل جان ومعاه أسك وبيلاقوا رجالهم مقتولين، فبتقول أسك إنها مش هترتاح غير لما تشوف بات ميتة. أما جيمي فبيقرر ياخد بات ويروحوا مكان آمن يقدروا يستريحوا فيه شوية، وبيقول لها إنه يعرف بيت واحد من الموكلين اللي كانوا عنده قريب من هنا، وبيقول إنه متأكد إن مفيش حد هناك دلوقتي. وفعلا بيروح هو وبات هناك في الوقت اللي بتكون أسك بتقول لجان إنها كانت مدية بات أقل من حجمها لكنها قررت تستعين بحد تاني يساعدهم لأن الواضح إن بات مش سهلة وهتتعبهم علشان يقدروا يمسكوها. أما جيمي فبيبدأ يحس بمشاعر إعجاب ببات، فبيقرر يعترف لها بيها وبيقول لها إنه بيحبها لأنه شايف إنها بنت قوية ومش بتخاف تجرب أي حاجة جديدة ولأنها بنت جميلة في نفس الوقت. فبتتضايق بات جدا وبتقول له إنه كده بيحب تاشا مش بيحبها هي وبتسيبه وبتمشي، فبيزعل جيمي من رد فعلها وبيحس إنها ما حبتوش زي ما حبها. فبيخرج وبيروح حانا وبيسهر لوحده هناك وبيشرب كتير، ولما بيرجع البيت بيلاقي تاشا اللي مستنياه المرة دي وبتقوله إن هي كمان بتحبه ومعجبة بيه من أول ما شافته. أما أسك فبتتفاجئ بمكالمة من والد جان وهو رئيس العصابة وبيسألهم إن كانوا قدروا يمسكوا بات ولا لسه، فبيقوله جان إنهم لسه ما قدروش يمسكوها وبيوعدوا إنها هتبقى معاهم بكرة بالكتير. فبيسألوا بابا إيه اللي مأخرهم لدلوقتي، فبيقوله إن الواضح إن الشخص اللي مع بات قوي جداً وهو اللي بيساعدها في كل مرة يقربوا منها، فبيقول له بابا إنه عايز يسمع أخبار كويسة بكرة بالكتير مهما كان، وبيقول له إنه هيبعت لهم إمدادات علشان تساعدهم. والتاني يوم بيصحى جيمي وبيلاقي بات جنبه وبتقول له إنه مش لازم يثق في تاشا لأنها إنسانة شريرة ومش هتسبب له غير الأذى، وبتقول له إن كل الكلام اللي تاشا قالته له عن دخولها الجيش وعن بطولاتها في القتال كان كذب.
فبيستغرب جيمي، لكنه بيقول لها إن شخصية تاشا شخصية تخلي أي شاب ينجذب ليها. وفي اللحظة دي بيسمعوا هما الاتنين صوت العربية بتاعتهم بتتحرك، فبيخرجوا من البيت بسرعة علشان يلحقوها، لكنهم بيكتشفوا إن العربية مش موجودة من الأساس. وفي اللحظة دي بيشوفوا طيارة بتبدأ تطير فوق البيت، فبيعرفوا إن في مهبط طائرات قريب، وبيقرر جيمي ياخد طيارة ويستكشفوا المكان علشان يشوفوا مكان العربية، خصوصا لأن رماد بوبي أخو جيمي موجود فيها. وفعلا بيوصلوا مهبط الطيارات وبياخدوا طيارة من غير ما حد يشوفهم، وبيهربوا بيها بسرعة وبيبدأوا يستكشفوا المكان لحد ما بيلاقوا العربية فعلا، لكنهم بيلاحظوا إن حواليها حراسة كبيرة، فبيهبطوا بالطيارة في مكان بعيد وبينزلوا، وبتدخل بات في معركة مع كل الموجودين وبتقدر تهزمهم كلهم، وبيوصلوا للعربية بتاعتهم وبيكونوا هياخدوها ويمشوا. لكن فجأة بيجي شخص ما بيكونوش شايفينه وبيضرب بات على دماغها فبتفقد وعيها، وبعدها بياخدها هي وجيمي وبيربطهم هما الاتنين. ولما بتفوق بات بتحاول تفك نفسها لكنها مش بتقدر وبتحس بالعجز، فبتقرر تعترف لجيمي بحقيقتها وبتقوله إنه هي صغيرة كانت يتيمة، لكنها كان عندها أخت توأم كانت كل الحياة بالنسبة لها، لكن فجأة أختها اختفت وما قدرتش توصل لها، وعلشان كده قررت تخترع شخصية تاشا علشان تعوض عدم وجود أختها. لكن مع الوقت بقت تاشا شخصية حقيقية، وبتقول إنها ابتدت تحس إنها مش محتاجة تاشا في حياتها لما عرفت جيمي لأنه حسسها بالأمان. وفي اللحظة دي بيوصل جان ومعاه أسك وباقي رجالها، وأول ما بيشوف بات بيقول لها إنه مستعد ينسى كل مشاكل الشغل اللي بينهم في مقابل إنهم يرجعوا لبعض، لكن بات بترفض وبتقول له إنها مستحيل ترجع له، فبيهددها إنه هيقتل جيمي لو ما رجعتش معاه، فبتخاف بات جدا وبتقرر تسمع كلامه وتمشي معاه، لكن أسك بتعترض وبتقول إنها هتقتل بات بنفسها، لكنها بمجرد ما بترفع مسدسها على بات بيضربها جنب الرصاص هي وكل رجالها، وبياخد بات وبيمشي. فبيحاول جيمي يفك نفسه لحد ما بيقدر يعمل كده فعلا، لكنه بيلاقي أسك بتقوم من مكانها لأنها بتكون لابسة فيست واقي للرصاص، لكنه بيضربها رصاصة تانية فبتموت في وقتها. وبعدها بيفضل جيمي يطارد جان لحد ما بيوصلوا تل عالي جدا، وهناك بيكون جان معاه بات ورماد بوبي. ولما بيوصل جيمي بيرمي جان رماد بوبي قدامه في مصرف المية، وبعدها بيقول لجيمي إنه مش هيسمح له ياخد بات منه لأنه لاحظ إن هما الاتنين معجبين ببعض. وهنا بتتدخل بات وبتزق جان من على التل فبيقع وبيفتكروا إنهم اتخلصوا منه، وهنا بيقرر جيمي يوصل بات المينا علشان تهرب وتتخلص من خطر العصابة. لكنهم لما بيوصلوا المينا بيقول جيمي البات إنه مش متخيل حياته من غيرها، فبتقوله إن هي كمان مش هتقدر تعيش من غيره، وبيقرروا يكملوا حياتهم سوا، لكنهم ما بيكونوش عارفين إن حياتهم هتبقى في خطر لأن جام ما ماتشي وهيرجع علشان ينتقم. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.